فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: امرأة أحرمت وطافت وهي لابسة للنقاب ثم تذكرت فخلعته مباشرة، فهل عليها شيء؟ لا، ما دامت ناسية أو جاهلة وخلعته لما عرفت أو تذكرت ليس عليها شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.